أنت ما صار عندك علم بأنه عميلتك بريتي محبوسة عندي؟ مو؟ أيه، وبالمناسبة أنا بتحداك أنه من هون لكم ساعة بريم وتيجاز فيني رح يرجعوا لبعض. أنا رح أعمل كل شي لحتى ابني ياخد حقه والاحترام اللي بيستاهله. ما رح أهدى أبداً لحتى أتأكد أنه عائلتي كلها تعترف فيه. كلها كم ساعة وخليك متذكر. ماشي. انت ما بتحب تخسر مو هيك؟ انا حدا بحب يفوز ودائما انا اللي بفوز. تجسفيني قدرت انها تغلبني وتفوز علي بالماضي. سيدي تفضل، الفطور صار جاهز هلأ. روح من وشي، روح من هون. ممكن تخبرني شو الفائدة من تعصيبك على الناس؟ لازم تفكر وتعرف منيح نحن شو لازم نعمل. من كم يوم انت كنت عم تمدحها؟ تجسفيني، انت سحرتيني، تجسفيني بهرتيني. شوف شو عملت معك، هي اجت وتحدتك. لا، بالحقيقة انا قصدت اقول انه تصرفاتها خربت لنا كل شغلنا وخططنا، صحيح؟ لهيك نحن لازم نفكر شو بدنا نعمل. زوجي مات بسبب تجسفيني. طالما تجسفيني عايشة، حلمك اللي انت عايش مشانه بانك تدمر وتفكك عائلة راثور مستحيل انه يتحقق ابدا. معك حق يا عمتي، أنا متذكر كل شي بالتفصيل. وقت إجت تجاسفيني لعندي وتحدتني، شفت الغضب بعيونها. أنا ما عم أقدر أنسى. أنتوا استرجيتوا وقربتوا على عيلتي وخليتوهم يتفرقوا بقلاعيبكن، بس هاي المرة أنا رح أقتلكن أنتوا الثلاثة. متذكر كل شي، ماني نسيان. هذا يلي عم حاول أقوله، عم قلك شوف اطلع على الحالة يلي خلت بريتي توصلها. عطتها الدواء ومن بعدها لو تشوفها كيف صارت. رشفير ليه؟ بريم لو شو ما صار ما لازم يعرف انه هو ابوه للولد، عم تفهمني؟ والا نحن اكيد رح نخسر هالمعركه. يا ترى تجسفيني شو ناويه تعمل هلا؟